أحسن الله إليكم. ورددنا هذه الأسئلة، فهذا السائل يقول: شيخ، والدي مريض عافانا الله وإياكم من كل مكروه بنزيف حاد بالرأس، لديه الذاكرة ليست قوية فهو يفوت بعض الأشياء، وأحيانا لا يعلم من نحن، والسؤال لدينا: لديه مبالغ كبيرة في البنك، هل يجوز أن يخرج من ماله زكاة؟ لا بد أن يقام وكيل عليه من جهة المحكمة، تقدموا للمحكمة والمحكمة تتحقق من الموضوع وتقيم عليه وكيلا تصرف في ماله بما يصلحه ويحفظه ويخرج الزكاة نيابة عن صاحبه، عن الموكل. نعم.